بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل هريسه الفلفل الاحمر. زي ما انتم شايفين كده الموسم بتاع الفلفل الاحمر، ولازم نستغل كل موسم بينزل من الخضار، لازم نستغله. يعني في كل حاجه الموسم بتاعها بيرخص شويه، بتبقى موجوده نقدر اللي احنا نشيل منها كميات ونشيلها في الفريزر عشان تبقى موجوده عندنا على طول طول السنه ان شاء الله. الموسم الايام دوت هو الفلفل الاحمر زي ما انتم شايفين كده، انا مشتريه نص كيلو لاني عندي من السنه اللي فاتت، فما حبيتش ازود الكميه قوي، لان هوريكم في نهايه الفيديو الكميه اللي عندي قد ايه. اول حاجه اشتريته بكام؟ اشتريته ب 4 جنيه. معرفش ضحك عليا ولا ما اتضحكش عليا، الله اعلم. زي ما انتم شايفين كده اول حاجه هعملها، غسلته كويس جدا، وبعد ما غسلته كويس جدا هبدا ان انا بقى اقطعه واشيل القلب بتاعه. لابسه جوانتي علشان خاطر بجد بيبقى حراق قوي، وانا بعمل اكل لبنتي الصغيره، يعني عشان خاطر ما يبقاش الاكل حراق عليها وكده، وممكن عينيكي تجيبي صبايك عند عينيكي، فالحاجات ديت يعني بجد 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 بتبقى مستفزه جدا. فيستحسن لو ما عندكيش البسي كيس من بتاع التلاجة، مفيش اي مشاكل. هجيب بقى الفلفل كده بالشكل دوت بعد ما غسلته، هتشيلي الحته اللي هي من فوق ديت بالشكل دوت، وتبداي تفتحيه نصين كده. واول حاجه هنعملها هنشيل القلب اللي هو من جوه. زي ما قلت لك لو مش عندك جوانتي تقدري تستخدمي كيس التلاجة عشان خاطر ايديكي هيحرقك في ايديكي جامد. بصي مش عايزين القلب اللي جوه خالص، انا عايزه اشيله منه تماما بالشكل ده كده. هعمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه. مش عايزه تستخدمي السكينه، تقدري ان انت تستخدمي ايديكي طول ما انت لابسه جوانتي او لابسه كيس. في اكياس من في جوانتيات على شكل كيس، تقريبا الكيس كله مش عارفه بخمسة جنيه ولا بكام، من الصيدليه في حوالي 100 جوانتي. هاتيهم هينفعوكي في البيت، ممكن تستخدميهم في حاجات كتير قوي. بصي دلوقتي بعد ما خلصت الكميه كلها فاضل حاجات بسيطه هبدا برضو اللي انا اشيلها. مش قادره اقول لك ريحته حراق قد ايه، يعني بجد 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 يعني حاجه كده صعبه جدا. كميه حرقان فظيعة بجد. لو انت عندك حساسية بجد انصحك ما تستعملوش او ما تجيبهوش، جيبي اللي هو الرومي، لان بجد صعب قوي قوي قوي، يعني الريحة فظيعة. غير بقى لما تاكليه يعني حاجة كده صعبة. بصي انا ببدأ اللي انا اشيل من جوه كل الايه القلب بتاعه. انا كده خلاص خلصت الكمية كلها، حاجات بسيطة بس. طبعا لو كنت عملت بالسكينة زي ما وريتك اول واحدة ما كنتش خلصت، لكن انا يعتبر كده خلصت. لو في بقى واحدة او اتنين كده فيها حاجات بسيطة هقدر ان انا اشيلهم بكل سهولة كده. خلاص بعد ما خلصتهم كده هجيب بقى عندي الكبة او المطحنة او اي حاجة عندك. ما عندكش كبة تقدري تستعملي الخلاط. كنت الاول لما كان عندي جبه اللي هي الصغيره دي وباظت كنت بستعمل الخلاط، مفيش اي مشاكل. ما عندكيش الخلاط وما بتحبيش في الخلاط تقدري تستعملي عارفه المطحنه، لا المفرمه بتاعه اللحمه اللي هي اليدويه. لو ما عندكيش الكهرباء تقدري تستعملي اليدويه اللي هي بتاعه البسكويت بتاع العيد. بجد يعني بيطلع ناعم وبيطلع حلو جدا، بجد يعني حاجه كده وهم، بتنزلهولك فوق الخرافه. هبدا دلوقتي افرم شويه دول، ما حطيتهوش كله علشان خاطر هو الجلده بتاعته تخينه، فلما تبقى الجلده تخينه كده ما بيتفرمش قوي، فلازم حبه حبه عشان يديكي نتيجه كويسه. بسم الله. بعد ما اتفرم بالشكل دوت كده هبدا انزل كده واحدتين ثلاثه من هنا وانا بفرم. دلوقتي في المرحله ديت بعد ما اتفرم بالشكل دوت كده وبقى معايا ناعم جدا اهو، هبدا ان انا اضيف له ملح
هضيف له حوالي معلقه ملح كبيره. الملح ليه هقول لك دلوقتي، انا حطيت ملح ليه. وكمان هضيف له حوالي معلقتين زيت، مش كتير، وهبدا اضرب ضربه كمان على خفيف كده، يا دوب بس اقلب الملح والزيت مع بعض معاهم. بعد ما ضربتهم بالشكل دوت كده، هبدا بقى اجيب معلقه واقلبهم تقليبه كويسه. مش قادره اقول لك الريحه قد ايه، ريحه صعبه جدا. بصي خليتهم ناعمين جدا اهو. مش هحط توم علشان خاطر انا ممكن استخدمها لاكلات من غير توم، يعني ممكن احطها لصلصه المكرونه لو احنا بنحب صلصه المكرونه حرقه. طبعا المكرونه احيان كتير قوي ناس بتحبها من غير توم، وانا كمان بحبها من غير توم، فمش هينفع احط توم واجي اخد منها معلقه كده او نص معلقه واحطها في صلصه المكرونه، ما هو التوم هيأثر على الطعم. بالنسبه للمحشي انا بعمل المحشي برده من غير توم، واحيان كتير ممكن اخد منها معلقه احطها على تسبيكه المحشي، وانا مش بحب التوم. فيستحسن ان انت تعملي بطرمان من غير توم وبطرمان بالتوم، يعني ده احسن لك وافضل لك. لما بتيجي تستخدمي، لو مش عايزه تعملي توم خالص، لما تيجي تستخدميها يا دوب هتاخدي منها المعلقه اللي انت هتستخدميها سواء بتنجان او سمك، وكمان هتاخدي التوم اللي انت فرموه من الفريزر وتخلطيهم على بعض في نفس الوقت. هجيب بقى بطرمان عندي يكون نضيف بالشكل دوت كده، وابدا اللي انا احطه في البطرمان. يا هبه انت مش هتعمليها على النار؟ لا مش هعملها على النار. ليه بقى مش هعملها على النار؟ عشان يعني هقول لك بصراحه، يعني من حوالي كده 5 سنين عملتها على النار، وبجد كان يوم صعب جدا عليا وعلى عيالي، والدنيا اتقلبت عندي والريحه بقت فظيعه وصعب جدا بسبب اللي انا حطيتها على النار. بتعمليها على النار ازاي؟ بحط معلقتين زيت وبعد كده بسيبهم يسخنوا، وبنزل بالفلفل دوت زي ما هو كده على البوتاجاز، واسيبه لحد ما يتسبك. طبعا طول ما انت سايباه على النار يتسبك، طول ما انت شامه ريحه فظيعه حراقه جدا فوق ما تتخيلي. فبجد بنصح اي حد بيعملها على النار اوعي تعمليها، بجد الريحه بتبقى صعبه جدا والبيت بيتقلب. ولو انت اول مره تجربيها على النار اوعي تعمليها على النار. ده كده شكلها بعد ما حطيتها في البطرمان، بطرمان يكون نضيف. انا بستعمل بطرمانات اللي هي بتاعت شركه ميكس ديت، حلوه جدا للاستعمال، بحطها في الفريزر ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. كمان ليه حطيت الملح وليه حطيت الزيت؟ حطيت الملح والزيت عشان يعملوا لي عمليه تفكيك في الفريزر. يعني ايه تفكيك؟ يعني لما اجي مثلا اجي اطلع منها من الفريزر، اول ما ادخل المعلقه كده الاقيها بقت سهله معايا زي ما انت شايفه كده، مش مجمده، مش ماسكه ببعضيها، صعب اللي هي تفك. لا الملح هيخليها تفك بكل سهوله، وكمان الزيت هيطلع منها بكل سهوله زي ما انت شايفاها كده، اكنك لسه حطاها حالا في الفريزر. بس كده بتقعد قد ايه في الفريزر؟ بتقعد من السنه للسنه، يعني تجيبي الكميه اللي تناسبك وتقعديها عندك من السنه للسنه، مش هيحصل لها اي حاجه بجد. يعني فعلا البيت المصري ما يخلاش عن الدقه دي، سواء بتنجان، سمك، محشي، كفته. في ناس بتحطها على فكره على الكفته بتدي طعم حلو جدا. اقول ايه كمان؟ تتبيله بانيه، تتبيله بفتيك، حاجات كتير قوي بتتعمل بيها الدقه الحمراء ديت او هريسه الشطه، بجد يعني حاجه كده وهم. يلا بقى الحقي استغلي الموسم بتاعها وانزلي اشتري الكميه اللي تناسبك وتقعد معاكي سنه كامله. بس كمان حبيت اوريكي الكميه اللي عندي من السنه اللي فاتت، عشان كده انا ما عملتش كتير السنه دي، وطبعا مش هستخدم ديت غير لما اخلص الكميه دي. ده بطرمان باخد منه واخده منه هو حوالي 3 او 4 معالق، وده بطرمان مقفول زي ما هو اهو، وده كمان كان عندي فلفل حراق اخضر، عملته برده بالشكل دوت كده وحطيته بطرمان في الفريزر. بجد بتنفع جدا جدا جدا. وده كمان بطرمان صغير اهو، حاطه فيه برده دقه حمراء اهي. استغلي الموسم بتاعها واعملي الدقه الحمراء في البيت، بجد حلوه جدا ونفس طعم الشركات بالظبط. ما تقوليش اللي انا هحطها على النار والكلام دوت، اهي مش هيحصل لها اي حاجه. عشان كده انا جبت كميه قليله، ما جبتش كتير لاني مستنيه اللي عندي ده يخلص ان شاء الله باذن الله. السنه الجايه لو لينا عمر هنعملها مع بعض برده، وكل سنه هفكركم بيها ان شاء الله. يلا بقى حطي لي لايك للفيديو لو عجبك،
ولو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان تنضمي للعيله بتاعتنا الكبيره، لعل وعسى تعجبك. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.